يعني ترك الملائكة اللي بالسماء وأجا على الأرض زي الفقير. ليه؟ لأن الله محبة. رتل معاي، حضر حالك. دايماً بسأل نفسي ليه يا سعدي علشاني، وحساب الملائكة وكل الأرض فقير. اتعاقب بدالي، نعمل حركة الصليب هيك، شال عني أحمالي، حمل عني الخطية. وإيش أعطاني بدالي؟ حب. حبه قلبي. ليش؟ يلا نشوف. لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة. قولوا معي لأن الله محبة. ممتاز، يلا شاطرين. أي وليد يا يلا. الله محبة. يلا كمان علامة سؤال. لما بغلط في حقه، لما أجيب التوبة وأنا قلبي ندمان، شو بيعمل؟ لما بطلب منه المسامحة بيمسح من عيني الدمعة، بيكون جنبي، بينسى الخطية اللي اعترفت له فيها، يمسح دم عيني، يمسك ايدي، بيخليني فرحان. ليه؟ لأن الله. يلا رتلوا معنا شاطرين. لأن الله محبة، الله محبة. بدي أسمع. لأن الله محبة. هاي الفرقة سامع أكثر. لأن الله محبة، الله محبة. نعيد السؤال كمان مرة. ليه يسوع بيسامحني؟ لما بغلط قدامه وبخطي، لما باجي بقول له متأسف، بيمسح الخطية ويمسك إيدي ويخليني فرحان، بينسى الخطية ويمسح دم عينيا ويمسك إيدي. يلا بصوت واحد مع بعض كلياتنا. لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة. لأن الله محبة، لأن الله محبة، لأن الله محبة، الله محبة. إسا نشوف إذا نور تقبل تيجي. بدي أسألها إشي، تقبلي نور تيجي تقولي لنا إشي؟ بنفع أنا